عليكم، مرحبا بكم في قناة لديليس أم البنات. يوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذه المائدة الرمضانية. غادي نشارك معكم إن شاء الله شنو حضرت اليوم. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. لا تنساوش تخليوا ليا لي لايك لي كومونتير باش تدعموني. دابا ان شاء الله غادي تمشيو معايا لا كوزين باش نحضروا هاد المائده الرمضانيه. اول حاجه غادي نصايبوا هاد الديسير. انا اختاريت هاد الديسير هذا ديال كريم برولي. فوالا كناخذ هاد لا مارك هادي فيها جوج ديال لي ساشي، يعني كنديرها على جوج ديال المرات. كاين ساشي ديال لا بودغ وكاين ساشي ديال الكراميل اللي غيدار من الفوق. فوالا دابا اليوم غادي نخدم بوحده. غادي نحتاج هاد لي ساشي، غادي نحتاج الحليب وغادي نحتاج الكريمه 30%. بالنسبه للحليب غادي نحتاج 4 لتر الحليب، 250 مليلتر. وهنايا هذه 200 مليلتر. من بعد غادي نزيد هاد البودره ديال هاد الكريم ونخلطها. نزيدها وهي بارده، مازال ما سخنتش. ندير الحليب بارد، كريمه بارده. هذه حلوه، يعني ما درت لا سكر لا والو، حلوه ومنسمه بالفاني. يعني الا كنا شرينا شي وحده ما حلوهش نزيدو فيها السكر صافي. غادي دابا نديرها فوق العافيه، نديرها فوق البوطه، خاصها تكون على عافيه مهيله. نبقى نحرك فيها حتى تعقد ليا صافي. من بعد غادي نكبها في لي غامكان ديالي. فوالا فوالا دابا ملي كملت بعد تعمرتي لي غامكا غادي ندخلهم، نخليهم حتى يبردوا واحد شويش وعاد ندخلهم للثلاجة حتى يبردوا تماما. ملي نبغي نسيرفيهم غادي ديك الساعة غادي ندير ليهم السكر ون كاراميليزي. فوالا. بالنسبه للمقادير ديال الكريم، عندنا 250 غرام ديال الطحين، يعني تقريبا كتجينا زلافه ديال الطحين. عندي 4 ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره ديال السكر. السكر كيبقى على حساب الذوق، نقدروا نديروا حتى اكثر. عندي نص سيترو ديال الحليب، 500 مليلتر. وغادي ناخذ ساشي ديال الفاني، غادي نسمهم بالفاني. انا خديت البيض، غادي نزيد عليه ساشي ديال سكر فاني. نقدروا نسموهم باش ما بغينا، نسموهم بالقرفه. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال السكر. وغادي ندير معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، نقرب هاد البيض مزيان صافي. من بعد ما طربت البيض مزيان غادي نزيد عليه الحليب صافي. من بعد غادي نبقى نزيد الطحين معلقه بمعلقه، نحرك، نبقى نزيد بشويه بشويه باش ما يديرش ليا لي غريمو، باش ما يديرش لنا داك الحبيبات.
صافي. من بعد هذه هي لا باتا كريب، غادي نخليها ترتاح ليا. الا درت لينا لي غريمو ما ماشي مشكل، انا درت ليا دي بتي غريمو وانا نشدها وانا نصفيها. فوالا، دابا غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه عاد نبدا طياب ديال لي كريب. في الوقت اللي لي كريب ديالي غادي يرتاحوا ليا الساعه، غادي نصايبوا هاد لي فيرين اللي حقا كيجيو غزالين وسهلين، ما كياخذوش بزاف الوقت للتحضير. غادي نحتاجوا هنا جوج ديال مطيشات اللي قطعتهم هيدا مكعبات صغيره، نص خياره حتى هي قطعتها مكعبات صغيره. عندي هنايا الفرماج موتزاريلا حتى هو مقطع لي كوب. عندي هنايا حك ديال الطوم مي غير صغير، وقيلا فيه 60 غرام. عندي هنايا الزيتون كحل قطعته طريطفات صغار. عندي هنا العصير ديال نص حامضه. عندي الخل، زيت البلديه، الملحه، لي زارف دو بروفونس، الابزار، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الفرماج ناتور اتارتيني، ومعلقه صغيره ديال المعدنوس اللي قطعته حتى هو رقيق. دابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نصايبو واحد لاصوص فينيغريت. غادي ناخذ هاد العصير ديال الحامض، غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال معلقه كبيره ديال الخل. فوالا، غادي نزيد عليه جوج معالق كبار ديال زيت البلديه. غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيد البزار واحد نص معلقه صغيره. وغادي نزيد معلقه صغيره ديال لي زيرف دو بروفونس. صافي، غادي نخلط هاد الفينيغريت ديالي مزيان. شدوا ليا ديك الملحه. من بعد غادي ناخذ هاد الطون هذا، غادي نزيد عليه هاد القزبور، ماشي القزبور، المعدنوس. نزيد عليه المعدنوس ونزيد عليه هاد المعلقه ديال الفرماج. وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال هاد الفينيغريت، واحد جوج معالق كبار تقريبا. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. من بعد غادي نبدا نعمر لي فيغين ديالي. غادي نبدا نحط طبقه بطبقه. غادي نبدا بالخيار هو الاول، نتبعو بمطيشه. احسن هاد المربعات يكونوا صغيورين باش يجيو باينين. فوالا، دابا ندير الطون. غادي نزيد الزيتون حتى هو نفرقو باش تجي الفيغين كولوري، يعني يبانوا لينا هاد اللوينات هادو. الا كان عندنا حتى الزيتون الاخضر نقدروا نديروا الزيتون الاخضر. نزيد الفرماج يبان ليا لي كوب كبار، نقسمهم فوالا بحال هيدا. نزيد طبقة أخرى ديال الكونكومبر ديال الخيار. نزيد مطيشة.
نزيد الثوم، الثوم نسمناه باش ما يجيناش يجينا منسم. علاش درت ليه هذه الطريقه؟ هذه زدت الفخوماج، نزيد واحد جوج طرطفات ديال الزيتون من الفوق، صافي. ومن بعد غادي نزيد هاد لاصوص فينيغريت اللي درت، نحاول نخلطو لان الزيت كيطلع لنا الفوق. فوالا بحال هيدا، واحد جوج معلقات، فوالا. دابا نبقى بحال هيدا حتى نكمل لي فيغين ديالي كاملين. فوالا شوف كيفاش كيجيو، كيجيو كولوري. فوالا هادو هما لي فيغين اللي وجدتو معايا، زوقتهم هنايا بالمعدنوس. فوالا شوف كيفاش كيجيو، كيجيو غزالين. فوالا دابا غادي ندخلهم الثلاجة وندوزو نطيبو لي كريب. من بعد ما سخنات ليا المقلة، لان خديت هنايا واحد البابي ديال لا كويزين، وغادي ندير فيه شوية ديال الزيت النباتية، غادي نمسحها. هاد العملية كنديرها غير في المرة الأولى، صافي مكنديرهاش المرة التانية، صافي. وغادي نبدا نطيب. بعد ما حسيت بها طابت ليا، نزول الجناب بخير، نهزها نقلبها. صافي من بعد ما طابت ليا من الجنب الاخر، نحطها وسط المنديل ونبدا ونزيد الثانيه. صافي دابا المره الثانيه ما كنزيدش الزيت، ما كنمسحهاش بالزيت، ديجا مسحتها المره الاولانيه. صافي بقى غادي بحال هكذا حتى نكمل لي كريب ديالي كاملين. في من بعد ما كملت بلي كريب ديالي بالطياب، هنايا غادي نعمرهم هنايا بالبنان. هنايا شديت جوج بنانات قطعتهم دي غوندال. هنايا خديت الشوكولاط الاسود وذوبتو مع شويه ديال الحليب. فوالا صيبت اون بات ديال الشوكولاط، غادي ندهنهم. وحدين غادي نخليهم ناتور، وحدين غادي ندهنهم وندير فيهم بنان. وهذه كتبقى كاضافه، نقدروا نديروها نقدروا ما نديروهاش، على حساب شنو كيفضلوا لي زونفو. فوالا هنا غادي ندير هذا لي غونديل، فوالا غادي نسد. فوالا بحال هيدا، فوالا صافي. نبقى دابا تنكمل هاد لي كريب ديالي. بالنسبه للعصير غادي نحتاجو جوج ديال الليمونات، عندي هنايا ربعه ديال الفخيز، انا عندي هنايا سورجولي، الا كان عندنا طري من الاحسن. عندي بنانه، وعندي هنايا 60 غرام ديال الفخومبواز، حتى هو عندي سورجولي. وغادي نحتاجو ربع لترو ديال الماء. نقدروا نزيدو السكر، انا ما نديرش السكر. فوالا غادي نطحن كلشي. غادي نقطع الليمون، من بعد غادي نزيد الماء ونطحنو.
بعد ما بردوا لي هاد لاكريم ديالي، هاد الكريم بردات مزيان. دابا غادي ندير ليها هاد لو سكر هذا باش يتكراميليزا. فين بعد انا عندي هاد لا ريزيستونس، هادي خصيصه هاد لا ريزيستونس ديال الكريم بروليه. غادي نديرها باش تذوب ليا هاد وتردو كريم. الا ما كانتش عندنا هاد الريزيستونس كندخلوهم للفران، فران لاغري، يعني كنطلعوهم الفوق، كنديرو لاغري وكنطلعوهم الفوق، والفران خصو يكون سخون على 275 درجه، والفران نخليوه محلول. صافي كيبقى يدوب ليا هاد السكر هذا كاراميليزي. فوالا، هادو هما لي كريم بروليه ديالنا. كيفاش كيجيو غزالين، فوالا، وسهلين، يعني سهلين التحضير، مكياخدوش لنا الوقت التحضير. فوالا، هادي الطبله اللي وجدتو معايا اليوم، لي كريب اللي وجدناهم، هاد لا سالاد وهاد العصير. وبالنسبه للحريره ما بغيتش نعاود عاوتاني نبارطاجيها معكم، لان ديجا درتها في القناه. غادي نخلي لكم لو ليان ديالها في صندوق الوصف. وبالنسبه للمعسلات اللي وجدتو معايا، سفوف، فوالا، يعني انا بالنسبه ليا كندير كل نهار شويه، ما يعني ماشي كنبقى النهار كامل في لاكويزين، لان راه رمضان شويه صعيب باش الواحد يوجد يوميا بحال هاد الفطائر هادو اللي وجدتهم معايا. ديما كنوجد بكونتيتي كبيره وكندير في الكونجيلاتور. دونك هادي هي لاستيس ديالي بالنسبه للرمضان. وهادو طلعت توال جبتهم ودغني يوم في الكونجيلاتور، طيبتهم في الفران، وضروري من البراد ديال اتاي. فوالا، دونك كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو ديال اليوم اللي مغاير شويه. دابا مبقى لي نودعكم ونقول لكم بالصحه فطوركم، و على بروشين فوا ان شاء الله مع فيديو جديد. مع السلامه.